نعم، هيا بنا نبدأ بكلمة اتفاق. نعم. Yes. Yes. بعد الإجابة بنعم، أحياناً لابد من القول لا. حسب النبرة نعرف أن لا تعني لا. No. No. بعد أن تعلمنا نعم ولا، حان الوقت لنطلب شيئاً ونقول لطفاً. لطفاً. Please. Please. إذا حصلنا على ما نريد وربما نود أن نقول شكراً، نقول شكراً. Thank you. Thank you. ويمكن أيضاً تأكيد الشكر بالقول شكراً جزيلاً. Thanks a lot. Thanks a lot. عادةً ستحصل على إجابة معتادة كبكل سرور، ما من مشكلة، أو إجابة متواضعة كأهلاً بك. You're welcome. You're welcome. صرنا نعرف كيف نصيغ الكلمات مع بعضها البعض ونقول نعم لطفاً. Yes, please. Yes, please. أو لا شكراً. No, thank you. No, thank you. عذراً عبارة مثيرة للاهتمام. عندما نود أن نكون مهذبين أو نلفت انتباه أحد أو ندلي بتعليق أو نطرح سؤالاً، فالعبارة الصحيحة هي عذراً. مثلاً، عذراً لو سمحت أنت تدوس على قدمي. عذراً. Excuse me. Excuse me. هنالك طريقة لطلب السماح. عفواً، لم أقصد ذلك. إذا مسسنا بأحد دون قصد نقول عفواً. I beg your pardon. I beg your pardon. عندما نود أن نعبر عن الأسى العميق أو الاعتذار، فإن العبارة المناسبة هي أعتذر. Sorry. Sorry. وعندما كل شيء على ما يرام، يمكن القول حسناً. It's okay. It's okay. بالانتقال إلى بعض عبارات المواعدة، أول كلمة قد تقولها في بداية الموعد هي مرحباً. Hello. Hello. وعند المغادرة من اللطف أن تقول دائماً أمضيت وقتاً رائعاً، أتمنى رؤيتك قريباً، مع السلامة. Goodbye. Goodbye. أحياناً تود أن ترى ذلك الشخص مرة أخرى، وأحياناً تقول إلى اللقاء من أجل التهذيب. في كلا الحالتين نقول إلى اللقاء. See you. See you. أتساءل لما كل لغة تقريباً لها تحية خاصة في الصباح. عندما تلتقي بأحد في الصباح تقول صباح الخير، والجواب صباح النور. صباح الخير. Good morning. Good morning. كما أن هناك تحية خاصة لفترة بعد الظهر، مساء الخير، والجواب مساء النور. مساء الخير. Good afternoon. Good afternoon. عندما تلتقي بأحد في المساء تقول مساء الخير، والجواب مساء النور. مساء الخير. Good evening. Good evening. في الليل عندما تود الخلود للنوم حذر تقول تصبح على خير. Good night. Good night. بعد النوم جيدا في الليل نستعد لبدء يوم جديد، أو ربما نود أن نرحب بضيف أو يسر أحد للقائنا ويقول سررت لرؤيتك، أهلا بك. Welcome. Welcome. عندما يلتقي الأشخاص ببعضهم يتبادلون عادة حديثا صغيرا، لا يريدون الإجابة المفصلة ولكنهم يظهرون الاهتمام. ما الجديد؟ شو الأخبار؟ What's new? What's new? كيف حالك اليوم؟ كيفك؟ كيف حالك اليوم؟ كيفك؟ How are you today? How are you today?
بعض الأشخاص يسألونك ببساطة كيف حالك اليوم؟ How are you doing today? How are you doing today? يتوقع معظم الأشخاص إجابة مهذبة وليس لائحة من المجاملات. بإمكانكم القول ببساطة بخير شكراً. Fine, thanks. Fine, thanks. أنا بخير وأنت؟ أنا بخير وأنت. Everything's fine with me. What about you? Everything's fine with me. What about you? إذا كان كل شيء جيداً أو على الأقل لم يشتكي أحد، يمكن القول بكل تهذيب أمضيت وقتاً رائعاً، استمتعت. I had a lovely time. I had a lovely time. وقد يرد ضيفك بكل سرور، نعم، من الأفضل أن نكون دوماً مهذبين. بكل سرور. بكل سرور. It's my pleasure. It's my pleasure. وهكذا بتهذيب كذلك نفترق بالقول أتمنى. I wish you. I wish you. يمكن أيضاً أن تقول أطيب التمنيات أو أتمنى لك الأفضل، وربما نريد أن نتمنى لشخص ما حظاً موفقاً التوفيق. Good luck. Good luck. يمكن أيضاً أن نضيف ونفصل الصحة الجيدة والسعادة. Good health and happiness. Good health and happiness. كما هناك أعياد سعيدة وأيضاً كل عام وأنتم بخير. Happy holiday. Happy holiday. وطبعاً هناك رأس سنة سعيدة. Happy New Year. Happy New Year. عبارة أخرى للوداع هي رحلة سعيدة. Bon voyage. Bon voyage. مرحباً أيها الولد، كم عمرك؟ عيد ميلاد سعيد. Happy birthday. Happy birthday. للاحتفال بذكرى الزواج نقول عيد زواج سعيد. Happy anniversary. Happy anniversary. استمتع بوقتك، إقامة طيبة. Enjoy your stay. Enjoy your stay. ونهار سعيد. Have a nice day. Have a nice day. ويمكن أيضاً دائماً إضافة أطيب التمنيات. All the best. All the best. في دولة أجنبية وفي بيئة غير مألوفة، أنت بحاجة لكلمات لطرح الأسئلة لمعرفة كيف وأين وماذا ومن ومتى، لنتعلم بعض الكلمات للسؤال. عندما يكون أمر غير واضح أو إذا لم تسمع أو تفهم، اسأل ماذا؟ What? What? أو تود أن تعرف من؟ Who? Who? لنتعلم بعض الضمائر المفيدة كي نتمكن من تقديم أنفسنا أو التحدث عن أصدقائنا. أولاً هناك أنا. I. I. ومن ثم هناك أنت بالمفرد أو أنت. You. You. وماذا عن نحن؟ We. We. وأنتم بالجمع. You. You. ومن ثم هناك صيغة الغائب هو وهي. He. Him. وهم. Them. Them. ماذا عن كل واحد؟ Everybody. Everybody. أو لا أحد.
لا أحد. Nobody. Nobody. لنتحدث قليلاً عن الوقت، وسنتحدث لاحقاً عن ذلك أيضاً. أول كلمة للسؤال هي متى؟ When. When. هنالك إجابات محتملة كثيرة للسؤال متى. إذا لم أعرف الوقت المحدد، بإمكاني أن أعطي إجابة تتعلق بأمر آخر، قبل الرحلة أو بعد الطعام. لنبدأ بقبل. قبل. قبل الطعام. Before. Before. وننتقل إلى بعد. After. After. عندما يسأل الناس متى، يأملون أن تكون الإجابة حالاً، الآن. الآن. Now. Now. وهناك الأشخاص الذين دائماً يؤجلون الأمور إلى وقت لاحق أو بعدين. Later. Later. إذن لم يكن الآن، متى؟ متى سيكون؟ هل سيكون قريباً أم لاحقاً؟ قريباً أو بعد قليل؟ Sooner. Sooner. أم لاحقاً أو بعدين؟ Later. Later. ربما تود تعلم جملاً أكثر تعقيداً. ليس بعد. ليس بعد. Not yet. Not yet. إذا لم تكن صبوراً ستقول الآن أو أبداً. إذا لم يكن لديك الإيمان ستقول مستحيل، لن يحصل ذلك أبداً. وإذا أردت التذمر ستقول أوف، هذا دائماً يحدث لي، دائماً. Always. Always. مقارنة بأبداً. Never. Never. هل يمكنني أخذ استراحة؟ لحظة فقط، سأعود حالاً. لحظة فقط. Just a minute. Just a minute. لنراجع كلمات استفهامية أخرى. كيف أبدو؟ كيف؟ How. How. لماذا الطقس حار جداً في الصيف؟ لماذا؟ Why. Why. عندما أسأل لماذا أتوقع شرحاً، غالباً ما يبدأ الشرح بلأن. لأن. Because. Because. كلمة أين مهمة لكل سائح. أين المتحف؟ أين المطعم؟ أين؟ Where. Where. كما بالنسبة للوقت، بالنسبة للمساحة، من الأسهل إعطاء إجابات نسبة إلى أمر آخر. خلف البرج، أمام المتحف. أمام. أمام. In front of. In front of. مقارنة بخلف أو وراء. Behind. Behind. بحثنا وبحثنا وكان أمامنا. ها هو. Here it is. Here it is. على عكس جهاز الجي بي اس، يسعى الأشخاص إلى إعطاء تفسيرات تقريبية. إنه هنا أو اذهب إلى هناك. سواء كان هنا أو هناك، في النهاية ستجده هنا. Here. Here. أو هناك. There. There. كل من يزور مدينة كبيرة يبحث عن مكان عالي للحصول على منظر بانورامي، ولكن عندما صعدنا كان الجو ملبد ولم نتمكن من رؤية شيء، فنزلنا. أولاً فوق. Up. Up. ومن ثم تحت. Down. Down. كان المتحف مدهشاً من الخارج، ولكن من الداخل لم يدهش. داخل. Inside. Inside. مقارنة بخارج. Outside.
outside. ماذا يوجد على الطاولة؟ وماذا تخبئ تحتها؟ على on top of. On top of. وتحت. Underneath. Underneath. هذه كلمة استفهامية أخرى تساعد على اتخاذ قرار. مثلاً عند التسوق قد يسأل البائع أي غرض تود شراءه؟ أي واحد. أي واحد. Which one? Which one? الآن يمكننا أن نبدأ بتحيير البائع. هذا، كلا، ذاك، ذاك الذي هناك. قريباً سنتعلم الألوان لتسهيل الأمور، لكن في الوقت الحالي هذا. This one. This one. أو ذاك. That one. That one. وفي الجمع في الواقع أريد أولئك. أولئك. Those. Those. لنتعلم بعض الكلمات عن الأحجام والكميات. كم تبلغ كمية المياه في القنينة؟ ليس كثيراً. كم تبلغ أو تملك من المال في محفظتك؟ ليس كافياً. كم من السكر تريد مع القهوة؟ القليل. كم جلبت من الطعام؟ الكثير. أنت على حق. كل هذه الأسئلة تبدأ بكم. كم. How much? How many? How much? How many? بكم عادة هي مختصر لكم تكلف، على الرغم من أنه بيني وبينك كل شيء جميل هنا، ولكن بهذه الأسعار أنت مجنون. لن أشتري أي شيء. لا شيء. لا شيء. Nothing. Nothing. مقارنة بكل شيء. Everything. Everything. اشترينا قليلاً ودفعنا كثيراً. قليلاً. A little. A little. أو كثيراً. A lot. A lot. قال البائع إنه كلفه أكثر. آه صح، عادة يدفع البائعون أقل ونحن ندفع أكثر. هذه طبيعة التجارة. أقل. Less. Less. مقارنة بأكثر. More. More. هل تود الصعود إلى أعلى البرج؟ عفواً، سأبقى تحت هنا. هذا يكفي، صعدت الكثير من السلالم اليوم. كفى. Enough. Enough. مقارنة بكثيراً. Too much. Too much. سيصعدون إلى البرج وأنا سأبقى هنا. أريد التسوق قليلاً بعد. قليلاً بعد. أو بعد شوي. A bit more. A bit more. سيستغرقهم حوالي نصف ساعة، ليس تماماً ولكن تقريباً. حوالي. Around. About. Around. About. انتظر، دعني أعد كم من الفكة بقي معي. هل تكفي للقهوة والكعكة؟ أظن أكثر أو أقل. More or less. More or less. أنا جالس في المقهى مع كل مشترياتي أمامي. كنت متأكد أني سأشتري المزيد. هل هذا كل شيء؟ Is that all? Is that all? لليوم هذا يكفي. That's enough. That's enough. عادوا من البرج. كيف كان؟ هل كان جميلاً؟ للأسف فوتته. حقاً؟ أو عن جد؟ Really? Really? ربما سأعود غداً صباحاً. ربما أو يمكن. Maybe. Maybe. هل يمكن أخذ طريق مختصر والوصول إلى هناك من هذا الطريق؟ طبعاً ممكن. ماذا تعني؟ مستحيل. ممكن.
possible. Possible. مقارنة بمستحيل. Impossible. Impossible. هل أنت متأكد؟ نعم، طبعاً أو أكيد. Sure. Sure. كالعادة، أنت محق. طبعاً. Of course. Of course. أكيد، من دون شك. أكيد. Certainly. Certainly. أظن من المستحيل التفكير بذلك. مستحيل. مستحيل. No way. No way. عادة لدى السياح لائحة بالأسئلة المحضرة. يمكن التأقلم مع هذه الأسئلة بشرط أن نفهم الإجابات. ما نود معرفته؟ ما نود معرفته كم ثمنه؟ كم ثمنه؟ How much does it cost? How much does it cost? ولكن نود القيام ببعض السياحة. هل يمكن الذهاب إلى هناك سيراً على الأقدام أو نأخذ الباص؟ كم المسافة إلى؟ How far is it to? How far is it to? هل معي وقت كافي؟ متى يفتح؟ When does it open? When does it open? متى يغلق؟ When does it close? When does it close? لطفاً، هل يمكن لأحد أن يخبرني كم الساعة؟ What time is it? What time is it? لم أرى بحياتي شيئاً ممتعاً كهذا. ما هذا؟ What is this? What is this? عندما لا تستطيع أن تتدبر أمورك، بإمكانك السؤال: هل يمكنك إخباري؟ أو قل لي؟ أو قولي لي؟ Can you tell me? Can you tell me? هذه افتتاحية مفيدة. لطفاً، هل يمكنني الحصول مثلاً على القائمة أو الحساب أو أي شيء آخر؟ هل يمكنني الحصول؟ Can I please have? Can I please have? ليس هذا ما أبحث عنه. أعرف ما أريد. هل لديكم؟ هل عندكم؟ Do you have? Do you have? هنالك أمر أعجبني في الواجهة. هل بإمكاني أن أراه لطفاً؟ هل بإمكاني أن أرى؟ Can you show me? Can you show me? لحظة، ضعت. ما هذا هناك؟ أين أنا؟ من الأفضل أن أسأل أحدهم. أين أنا؟ Where am I? Where am I? هذه الكلمة كلمة لا أفهمها. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني؟ What does mean? What does mean? ظننت أني سأجد طريقي بسهولة، ولكني ضعت ولدي مشكلة في معرفة مكاني. سأطلب المساعدة. لطفاً، هل تساعدني؟ Can you help me, please? Can you help me, please? لاحظ أحدهم هنا أني مرتبك قليلاً وعرض مساعدتي. هل بإمكاني مساعدتك؟ في المحلات السؤال نفسه يطرح غالباً: هل بإمكاني مساعدتك؟ May I help you? May I help you? كل لغة لها كلماتها الصغيرة التي لا يمكن تجاهلها، ولذلك علينا معرفتها. صحيح، لا يمكن تعلمها بسهولة وتختلف معانيها في سياقات مختلفة، ولكننا لن نستسلم فقط لأن تعلم هذه الكلمات صعب.
فمن دونها لا يمكننا التحدث. أولاً، هناك الحرف المحدد للتعريف التي نستخدمها عند الإشارة إلى شيء معين. قرأت كتاباً، لكن الكتاب الذي أعطيته لي كان جيداً بالفعل. الفندق الذي نحن فيه بعيد، الرحلة كانت ممتعة، القهوة ساخنة. ال ذا ذا. ومن ثم هناك حرف العطف و للجمع كالقهوة والكعكة. و و. and and. مرحبا، نعم، نحن في غرفتنا في الفندق. في في. in in. اتصل بنا الليلة على الفندق. على. at at. سنذهب إلى أختي، تسكن هناك منذ سنتين. إلى. to to. من أين أنت؟ أنا من الولايات المتحدة. من. from from. سيستغرق حوالي ساعة. حوالي ساعة. about about. علينا أن نعود، تركت نظاراتي على الطاولة في المطعم. على على. on on. لكن لماذا دائما هذا يحدث؟ لكن. but but. ماذا تفضل، قهوة أو شاي؟ ساخن أو بارد؟ أو or or. أشرب الشاي فقط فقط. only only. أحب الشاي أيضاً، ولكن أشرب القهوة أيضاً أيضاً. also also. ذهبت ليلى للتنزه في الغابة، ثم ظهر الذئب، ثم سألها. ثم. then then. سمعت تلك القصة، ومنذ ذلك الحين بدأت أقلق على جدتي. منذ ذلك الحين. since then since then. كنت أشعر بالتشويق حتى ظهر الصياد. حتى. until until. في هذه الحمية لا نتناول البوضة خلال الأسبوع، فقط في نهاية الأسبوع. خلال. during during. المتحف قرب الفندق، والفندق قريب من المتحف. قرب قريب من. near near. قد يكونان قريبان، ولكن تعطلت سيارتي بين المتحف والفندق. بين. between between. لنتعلم الآن بعض الكلمات المفيدة حول ما لدينا وما ليس لدينا. لدي أو عندي. I have I have. مقارنة بليس لدي أو ما في عندي. I don't have I don't have. هذه الساعة لي لي. mine mine. كانت لي، ولكن الآن هي لك لك. yours yours. هذه السيارة لنا لنا. ours ours. انتظروا، هذه الكلمة مهمة جدا. مرة أخرى. لدي
I have. I have. لديه صديق. هل لديه صديقة؟ نعم، لديه. He has. He has. هل لديها صديق؟ نعم، لديها. She has. She has. لحسن الحظ لدينا القليل من المال. لدينا. We have. We have. لنراجع مرة أخرى. ماكس لدي. ليس لدي. I don't have. I don't have. هذا ليس لي. عفوا. هل هذا لك؟ عفوا. هل هذا لك؟ Excuse me, is this yours? Excuse me, is this yours? عم تتكلم. لا، ليس لي. لا، ليس لي. No, it's not mine. No, it's not mine. أضعت حذائي. هل أحد يعلم أين حذائي؟ أين؟ Where's my... Where's my... ليس لدى كل سندريلا أمير ساحر ليجد لها حذاءها. في معظم الحالات الجواب هو لا أعرف أين حذاؤك، أو ليس لدي أي فكرة. لا أعرف. لا أعرف أين حذاؤك. لا أعرف. I don't know. I don't know.